التحية متجددة مشاهدينا متابعينا الكرام والانطلاقات متواصلة مع شوط جديد يحمل أسامي جديدة وشعارات عملاقة هنا شوط من أشواط الخير والبركة الشوط الحادي عشر الذي خصص للجعدان اللقاية المحليات الأصايل نتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين والحاضرين على أرضية هذا الميدان نسير وإياكم مع أول المراكز لنستفتح إذاعة هذا الشوط هنالك من يتقدم شاهين سعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري من يتقدم على أول المراكز بينما النغلة إلى المركز الثاني الوصول من مياس لسالم بن راشد بالشاوية الغفلي من يتابع لنا انطلاقة هذا الشعار على ثاني المراكز بينما المركز الثالث الحضور من مياس لعبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري بينما المركز الرابع هنالك الوصول من رمحان لمحمد بن راشد بن سالم الشابسي بينما خامس المراكز الوصول من مسيان لسهيل بن علي بن عبيد بن حمد الغبلي والنغلة إلى سادس المراكز الحضور والدخول هنا من مزعل سلطان بن سويدان بن زايد بن قشمان المنصوري يقدم لنا مزعل بينما المركز التاسع الوصول والدخول من بوشاق لمحمد بن علي بن هزيم المسافري والمركز العاشر هنالك الوصول على عشر المراكز عشر التحديات من الجانب الآخر هنالك اللي تدخل وصل الكاظم للجميل بن عبد الله بن سليمان السعيدي هكذا هي النتيجة هكذا هو النداء للعشر المراكز الأولى أوفيناها على مسامعكم مشاهدينا متابعينا الكرام ولنا عودة إلى المقدمة لنا عودة إلى الصدارة إلى البداية الأولى عودة مشاهدينا متابعينا الكرام عودة إلى المقدمة إلى الصدارة شاهين سعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري من يتقدم ويقدم لنا أحد الشواهين على أول المراكز بينما المركز الثاني الحضور هنا والدخول من مسيان لسهيل بن علي بن عبيد بن حمد الغفلي بينما ثالث المراكز وصل وتدخل هنالك مياس عبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري بينما المركز الرابع الوصول والدخول من قداح سيف بن خلفاء بن سيف القويس وكذلك الوصول على خامس المراكز من الكاظم جميل بن عبد الله بن سليمان السعيدي بينما الحضور من مرموق لمهير بسيب النايع بونواس الكتبي وصلت إلى أسماء وصل هنا بن حلوة يقدم لنا شاهين محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي نداونة ثانية للست المراكز الأولى المتقدمة الحاضرة الباحثة عن الفوز والانتصار دخلنا جولة الأوامر الغلاف الجوي الأخير
الكيلو متر الأخير، الكيلو والمثير، كيلو الابتحان. الصراع هنا ما بين هذه الأسماء، ما بين هذه الشعارات الكبيرة والعملاقة، لكن شاهين ما زال محافظ على زمام الأمور. سعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري، بينما المركز الثاني هنا مياس على ثاني المراكز، سالم بن راشد هنالك، عبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري، وثالث المراكز الوصول من بسيان لسهيل بن علي بن عبيد بن حمد. الاقفل الثلاثية، ثلاثية خطيرة، ثلاثية رائعة، وما زال شاهين محافظ على زمام الأمور. سعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري يقدم لنا شاهين مع جولة الأوامر، جولة الأوامر، ما شاء الله وتبارك الرحمن. انفرج شاهين، راح شاهين على المقدمة الأولى من الظبي، ياخذ مسيرة ليفل دعداع العصير، انعم من الورد وحرير وخب من دوس العصافير. سلام إلى مالك شاهين، وللمرة الثانية بالفعل على التوالي شاهين. سعادة مطار بن سعيد بن عبيد الحميري من يصل إلى خط النهاية، معلن الفوز والانتصار. المركز الثاني عند بن حلوة، بينما ثالث المراكز سيبق الفام بسيف القويس، والمركز الرابع الحضور هنالك من مياس عبد الله بن سعيد المهيري، بينما خامس المراكز سيف بن مهير منواس. الاكتبي تهانينا والناموس على هذا الاداء المميز الذي قدمه شاهين. سعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري، 6 دقائق و9 ثواني كان توقيت شاهين. تهانينا على هذا الاداء المميز والجميل.